وحول البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي حول تعويض الحكومة الحالية لأسر الجنود الإيرانيين الذين قتلوا إبان الحرب العراقية الإيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق عبد القادر النايل. أهلا بك معنا أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد القادر، بداية كيف ترون تبريرات الحكومة في سداد التعويضات لأسر الجنود الإيرانيين الذين قتلوا أثناء الحرب العراقية الإيرانية؟ تبريرات الحكومة ومجمل العملية السياسية هي ليست قانونية بالمرة، لذلك هم يحاولون التدليس والتضليل، وبالتالي بأيديهم القرار فينفقون أموال العراق لصالح إيران، وهذه التبعية للعملية السياسية انكشفت على أدق التفاصيل، وبالتالي كل الملفات أصبحت مرتهنة لصالح إيران، وإلا لا يوجد هناك أي سند قانوني، لأن القوانين الدولية معلومة تماما في النزاع بين البلدان والحروب بين البلدان. في حرب الثمانينات كانت هناك يعني إيران والعراق في حرب، وبالتالي الإيرانيون كانوا هم المعتدين، فلماذا يتم البحث عن تعويض هؤلاء الجنود الإيرانيون من المال العراقي؟ لا موجود في القانون الدولي ولا في القانون المحلي العراقي ولا أي اتفاقية توجب عليه على العراقيين تعويض هؤلاء بالمطلق، وهذا سيفتح الباب على مصراعيه، لأنه ربما حتى التحالف الدولي سيطالب بتعويضات من العراق، وهذه قضية فاتورة ستكون طويلة، ولذلك خطورة الموقف ينبغي التنبيه عليه. ثانيا، ما يسمى بتعويض الجنود الإيرانيين الذين قتلوا بعد 2014 في مساندتهم للميليشيات، أولا لا يوجد هناك أي قانون بهذا الإطار، لأنه لم تفتح الحكومة باب التطوع للخارجين من العراق أو للمتطوعين الخارجيين من غير العراقيين، لم تفتح باب التطوع، فلذلك لا يوجد أي سند قانوني يمكن أن يتعكزون عليه يبيح لهم أنهم يعطونهم تعويضات، فضلا على أن جميع الحكومات السابقة وبما فيها حكومة حيدر العبادي كانت تؤكد لا وجود لجنود إيرانيين يقاتلون على الأرض العراقية، مجرد بعض المستشارين، فكيف اليوم يتكلمون عن 170 جندي وبالتالي سيعملون على تعويضات كثيرة وكبيرة لهم وتخصيص ربما حتى قطع أراضي وشمولهم كما يشمل العراقي، بينما العراقيون يعيشون في وضع مزري كبير، لا تعويض للشهداء لا للجرحى، لا عملية التعويض لمن سقطوا ضحايا القصف المتعمد في المحافظات المنكوبة ثوار تشرين، قتل منهم 1000 ولم يتم تعويضهم ولا يتم علاج تعويضهم، بينما أموال العراقيين تذهب إلى الإيرانيين. نعم أستاذ يعني عبد القادر، وجود من هم يعني من كانوا عفوا في قيادة الميليشيات عند الحرب العراقية الإيرانية في الجانب الإيراني، وجودهم الآن على رأس الميليشيات إلى أي مدى ساهم في اتخاذ مثل هذه القرارات؟ هذه القرارات تؤكد على أن هؤلاء هم المتحكمين أذناب إيران في العملية السياسية والقرارات اللاقانونية التي تتخذ في العراق لصالح إيران، وبالتالي بالتأكيد ساهم وساهم معهم من جاء بعدهم، لأن العملية السياسية كلها مرتهنة لإيران، لذلك لا الحكومة ولا البرلمان ولا هؤلاء الذين لديهم الميليشيات التي كانت تقاتل مع إيران، هؤلاء هم جميعهم يعملون لصالح النظام الإيراني، وبالتالي هذه القرارات تكشف تبعية أو أدق التفاصيل الدقيقة تبعية العملية السياسية إلى إيران بشكل واضح تماما، وإلا لا يوجد هناك أي سندات قانونية يمكن أن يعتمدون عليها، لذلك حقيقة ما يجري هو عملية خصخصة العراق لصالح إيران، وبالتالي الإيرانيون يستفيدون من المال العراقي الذي لا يستفيد منه الشعب العراقي، وهو يتعرض إلى نازلة وإلى ارتفاع نسب الفقر بشكل كبير تماما، فضلا على أنه ما يجري هي عمالة كبيرة تماما وانحطاط أخلاقي لهؤلاء لصالح إيران وتنفيذ أجنداتها، لذلك هم يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ إيرادات ومصالح إيران داخل العراق. أيضا أستاذ عبد القادر، يعني يطرح سؤال هنا، هل تتحمل الخزينة العراقية بالفعل أعباء جديدة من التعويضات بعد كل التكاليف التي دفعت منذ الاحتلال وحتى اليوم؟ أولا الخزينة العراقية خاوية، وبالتالي نحن أمام انهيارات اقتصادية كبيرة تماما، لا سيما أن الأزمة الأوكرانية الروسية ستلقي بظلالها على العراق والاقتصاد العراقي المنهار أصلا. ثانيا، مديونية العراق 133 مليار خارجية وأكثر من 46 مليار داخلية، وهنا أقصد مليار دولار، لذلك الفوائد البنكية والمصرفية عليها
تصل في العام الواحد الى اكثر من مليار و800 مليون، يعني مليارين دولار فقط فوائد ربويه وفوائد مصرفيه على هذه الديون العراقيه، لذلك لا تتحمل الميزانيه اي سدادات يمكن لهذه الديون حتى يتم تحميلها لصالح التعويضات الايرانيه، فضلا على انه هذا الباب خطير ان تم فتحه واقراره، لان هناك دول ايضا ستطالب بتعويضات لجنودها الذين قاتلوا في العراق، ولا سيما بعد ايضا ما يسمى 2014 بالحرب على داعش، هذه الذي شن فيها ربما سيطالبون حتى بالصواريخ التي قتلت العراقيين في المدن المنكوبه، لذلك هذا الباب خطير وهذا المشروع خطير جدا يعصف حتى بسياده العراق، لذلك هنا ينبغي على العراقيين وعلينا جميعا ان نسلط الضوء عليه وان نقف بقوه وبصلابه ضد هذا المشروع الخبيث الذي يستهدف حقيقه اموال العراقيين ويستهدف سيادتهم ويستهدف ربطهم لصالح مصالح الاجنبي الى عقود من الزمن القادم. هذه الاموال التي تنفق على شكل تعويضات والتي تعد واحده من اشكال عده لضخ اموال العراق في الخزانة الإيرانية، ألم يكن من الأحرى فتح مشروعات وخلق فرص عمل لربما للعاطلين الذين يتظاهرون يوميا في كل محافظات العراق أستاذ عبد القادر؟ بالتأكيد لو كانت هناك إرادة أو حكومة تمتلك ذرة أو جزءا بسيطا من التبعية للعراق أو أنها تراعي مصالح العراقيين، هؤلاء يعني يتفاخرون بعمالتهم إلى إيران، وبالتالي ما يحدث هو سلب أموال العراقيين الذين يتظاهرون سواء من خريجي الجامعات أو من الذين ترتفع نسب الفقر معهم، بل أقول لك أن هذه الأموال حتى لا يريدها العراقيين إنما تذهب إلى بناء المدارس على سبيل المثال أو بناء المستشفيات التي يوميا تحترق على رؤوس المرضى، لذلك العراق بحاجة ماسة إلى أي مبلغ بسيط يمكن مال يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء عن العراقيين، لكن هؤلاء لا يبهون بهذه القضية، لذلك يخصصون هذه الأموال لإيران بدون رأسة أو رحمة بالعراقيين، وإلا فإن العراق لا يتحمل هذه التعويضات، وبالتالي هناك كثير من الأمور. واحدة من الأمور الأخرى هو أن يتم تعويض مختطفي الصقلاوية وعوائلهم الذين يعيشون في وضع مأساوي، أو مختطفي الرزازة، أو الألف قتيل الذين قتلوه بدماء باردة في ثورة تشرين، أو التظاهرات في 25 شباط وغيرها. العراقيون حقيقة يدفعون فاتورة من القتل والدماء لكن لا أحد يعوضهم، بسبب أن مؤسسة ما يسمى مؤسسة الشهداء هي مؤسسة تابعة للنظام الإيراني وعليها عملاء إيران من يتحكم فيها. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.